في السرد والقدم إذ قل دنيا ما تخشى وقبه كأنني بهما هدي من النام أطعت ويصفبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتد الدين بي دنيا ولم تسمي ومن يبي عجلا منهم بعجله يبي الله الغبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما أحدي بمنتقضين من النبي ولا حبلي بمنصرمين فإن علي ذمة من أبي تسميتي محمد وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن بما أدي أخي بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حشاه أن يحرم وعجيما كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري ما دائما وجدت غني خنا صي خيرا ملتزمي ولن يفوت الغنى منه يدا تربا إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أريد زهرة دنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من أنا ذنبي في وكا عند إعلان الحديث الأميم ولن يلقى رسول الله جاه كبي إذا الكريم تحل لا باسم منتقم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس
لا تقنطي من زلة العلومات إن الكبائر في الغفران كاللمم إلى علا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي وجه الرجاء غير منعكسين لديك وجه الحساب غير منخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن لك صبرا ما تدعو الأهوال يا النديم وإذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل وصحب ثم من تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مرنة إعذابات الباني لحصابة وأطرب العيسى عيد العيس بالنغم ضم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مسلمين بما يتلى النبي المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه ما بيته في طيبة الحرم واسمه قسم من أعظم القسم المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم نبياتها قد أتت ستين مرمئة فلج بها كربنا يا وطي الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه.